السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن عملة ستراتس أو ستراكس، وحنحللها فنيا وحنتكلم عنها عن بعض الفاندمنتلز. أوكي، بس قبل كل شيء حابب أني أنا أقول شيء مهم جدا، وهو أنه أي شيء أنا ببثه هنا في القناة، وخاصة لما نتكلم على عملات، فهي عبارة عن رأي شخصي وتحليل شخصي واجتهاد شخصي مني، ما هي نصيحة مالية ولا استثمارية. حتى لو قلت ان انا مستثمر فيها فهي مجرد آراء، وانا بقدم دائما مادة تثقيفية تعليمية، بحاول ان انا اجتهد في ان احنا نحلل السوق بشكل فني واساسي، ولكن في النهاية اي اخبار او اي شيء اقوله هنا الافضل انك تسوي انت your own research وتبحث بنفسك، وإذا اقتنعت بالعملة ساعتها ممكن أنت تتخذ قرارك بعد ما تبحث من عندي ومن مصادر أخرى لحد ما تتأكد بالعملة. عموما عملة ستراكس هذه بادئا ذي بدء، أنا سعرها الآن حوالي بيتداول ما بين 1.70 دولار إلى 1.83 دولار حاليا موجودة. أنا لما أشوف صفحة كوين ماركت كاب أهم شيء يهمني فيها هو دائما يعني أو أول شيء أنظر ليه هو السيركيليشن سبلاي. بنشوف هنا عندها حوالي 133 مليون و816 ألف، وهي تقريبا ما يعادل نفس التوتال سبلاي، يعني معنى ذلك إن إحنا ما إحنا متوقعين عملات زيادة راح تزيد على السيركيليشن سبلاي، فتسوي عملية ديفليش أو إنها ممكن يعني تؤثر على السعر بالتالي، لأنه لو زادت عدد العملات أكيد السعر راح يقل. فإحنا هنا شايفين تقريبا السيركيليشن سبلاي هي الماكسيمم فرق، يمكن 3000 عملة، لأنه هنا 816 وهنا 800 أقل، حتى 816 و400 أو تقريبا متوافقة تقريبا. أنا آسف ما أدري، كنت شفتها قبل كده أنها أقل شوية. الماركت كاب عندنا حوالي 244 مليون دولار و500، يعني تقريبا مبلغ يعتبر أو رأس قيمة سوقية تعتبر قليلة جدا مقارنة بعملات كثيرة موجودة، يعني عندها نفس التكنولوجيا ونفس الفكرة هذه كلها. أنا حاولت إن أنا أوصل لمقالة أو محتوى عربي إنه يتكلم عنها، ما لقيت غير هذه. أنا راح أحط المحتوى بعدين في الصفحة، ولكن حتكلم فيها سريعا. أنا طبعا هنا في أشياء تقنية كثيرة أنت المفروض تبحث، لأن الناس التقنيين هم يمكن عندهم خلفية أفضل إنهم يحللوا الموضوع تقنيا. إحنا راح نتكلم بس بشكل عام على يعني الخطوط العريضة زي ما يقولوا، إيش اللي يهمنا فيها، لكن تفاصيل العملة نفسها الأفضل إنك أنت تروح تسأل ناس متخصصة في الموضوع هذا، لأن أنا نفسي يعني أجهل الكثير في الموضوع التقني هذا. لكن هنا من الأخبار أو من تعريف المشروع هذا، إن هي بلوك تشين مفتوح المصدر أوبن سورس، أوكي، تم تخصيصه للشركات الفردية. هذا واحد. اثنين، من الأشياء المهمة جدا إنه طريقة عملها إنها بتقدم عقود ذكية، وهي سمارت كونتراكتس، وهي متوافقة تقريبا زي فكرة الإثيريوم، إنك تقدم سمارت كونتراكتس. والتطبيقات اللي مركزية مبنية على بلوك تشين الإثيريوم اللي هي الدي أبس، وهذه مهمة جدا كمان، إنه في الدي أبس هذه ديسنترلايز أبس، أوكي، تقدر إنها تسوي الأبس حقتها على البلوك تشين الخاص بالإثيريوم نفسه. اتأسست الشركة طبعا في 2016، كريس تريو واحد أسسها، وجمعوا حوالي 600 ألف دولار عن طريق ICO. لكن كمان من ميزاتها إن أيوة، هذه ميزة مهمة أنا كمان قرأتها في منصة أخرى، إنه عندهم منصة ICO، منصة مجانية إنك تعرض ICO لو في كوين ثاني يبغى يعمل ICO، أوكي، فهم عاملين لهم الخدمة المجانية هذه، إنك أنت تعرض ICO ويسووا لك حاجة اسمها برايفت تشين، مو لازم تخترع بلوك تشين أو تأسس بلوك تشين جديد من أجل العملة الجديدة اللي أنت تبغى تطرحها في السوق للاكتتاب. وبالتالي لما ينجح الاكتتاب ممكن انت بعدين تسوي الا هذا، بس هم بيعطوك المنصة هذه تسهيلا للعملات على اساس انهم يتحركوا في عملية الاكتتاب اسرع. السياسة النقدية طبعا عندها حوالي 100 مليون، احنا شفنا على كوين ماركت كاب 133 مليون مقارنة بالبيتكوين 21 مليون. الكتلة، وقت الكتلة يعني وقت البلوك نفسه عشان تكونفيرم اول الترانزاكشنز اللي في البلوك تقريبا بياخد دقيقة، مقارنة بالبيتكوين بياخد حوالي 10 دقائق. المكافأة حقت الناس الديفلوبرز والكوميونتي اللي بتشتغل على العملة عشان تبروف الكتلة هذه، اوكي، بياخدوا ريورد ليها تقريبا 1 ستراكس، في مقابل ان البيتكوين بيدفع اقل بكثير. طبعا غير انه سعر البيتكوين مختلف، بس يعني انا قصدي انه بياخذوا 1 ستراكس بالنسبه لعملي.
المعالجة المعاملات هناك الترانزاكشن بيتكوين بيعتمد على بروف اوف ورك، هذول ميكس ما بين بروف اوف ورك وبروف اوف ستيك، وهذه طبعا ناس تقنيين يفهموا اكثر فيها. هذه اهم نقطه انا همتني في الموضوع، لاني قراتها كمان في مقاله ثانيه بس بالانجليزي، انه هم بيعتمدوا على لغه البرمجه اللي هي السي، اللي هي تشتغل ضمن البلاتفورم تبع دوت نت ومايكروسوفت، يعني على نفس التطبيقات هذه. الميزه انه معظم العملات اللي ظهرت في الاسواق بتسوي their own programming language، بيسوي لغة برمجة خاصة فيها. إيش مشكلتها هذه؟ مشكلتها إنها برمجة جديدة، المطورين اللي بيشتغلوا على المشروع هذا نفسه والعملة إذا في مثلاً community أسسوها لازم يضطروا إنهم يتعلموا لغة البرمجة هذه، وبالتالي على أساس إنهم يقدروا يطوروا في المشروع نفسه أو فكرة البروجكت نفسه. لما تكون لغة جديدة الأخطاء فيها كثيرة جدا، يعني لأنها لغة جديدة فدائما بتطرح أخطاء وبيتم معالجتها وهكذا. لكن هنا استخدموا لغة اسمها السي، ولغة السي هذه يعني لغة أوريدي قديمة جدا، أوكي، وعلى الدوت نت وعلى مايكروسوفت، فأوريدي كل أخطائها تم علاجها ومعروفة، والمطورين مش محتاجين أنهم يتعلموا لغة جديدة، فمن السهل جدا أنهم يكونوا داخل الكوميونيتي يطوروها وأنها تجتذب مطورين من أجل العمل عليها. هذه مهمة جدا الموضوع هذا. طبعا هنا في أشياء كثيرة عن السوابس حقتها وأن كيف تم استبدالها، وهنا طبعا المقالة وقتها كان قديم، كان السعر على 40 سنت، هذا الموضوع. بس هنا اللي يهمني أنه يقول لك أنه أعلى سعر وصل له 22.66 سنت، أنا ظاهرة عندي حوالي 24 على الشارت، I don't know which one is right، بس وأقل سعر تقريبا 0.008 right. هذا بالنسبة لمشروع هذا، وأحط الرابط حق اللينك للمقالة وأنت ممكن تبحث أكثر بالموضوع هذا. من الأخبار حقتها أنه مايكروسوفت focused status blockchains a service block picked by CM، عاملين شراكة برضو مع مايكروسوفت في بليون دولار fund invested in status protocol من ألفابت، وألفابت هذه تابعة لجوجل، أكيد الكل عارف أنها جوجل. هنا حتى كتبين ألفابت partners with BAS provide the status promises to use funding to expand the operation، يعني هيعطوهم فند تقريبا ببليون دولار لمدة سنتين عشان يسوا عملية الاكسبانشن في مشروع هذا. هذه من الأشياء الأخبار المهمة جدا. كمان من الأخبار المهمة اللي أنا شفتها وهي اللي همتني، اللي هي we are happy to announce that Stratus are working on a fate backed GBPT، يعني حيسوي GBPT GBP اللي هي ال Great British Pound أو ال Sterling Pound، فهيعملوا عملة رقمية، هيعملوا عملة رقمية لل Sterling Pound as a coin، فهذا برضو خبر ممكن يساعدها. I don't know how good is it، بس الكلام هذا كان في 14 مايو، للأسف نزل في الخبر هذا في وقت الهبوط، فيمكن عشان كده ما أثر. العملة بصراحة يعني كخبر وإنه في دعم ليها وشركات مع مايكروسوفت وآبل وسوري مايكروسوفت وجوجل، فهذه ممكن أشياء برضو تساعدها. لكن لو نبغى نيجي نتكلم فنيا الآن، إحنا نحللها فنيا الآن، نحلل فنيا بناء على اللينير شارت وعلى اللوغاريتميك شارت أو الشارتات اللوغاريتمية. الفرق بين بس اللينير واللوغاريتميك، اللينير هو بيعتمد على إنه دائما في واي وإكس اللي هو السكيل اللي هو الرأسي، هذا بيكون متساوي المسافات لأنه بيعتمد على رقم اليونت، يعني 1 2 3 4 5 بيفضل ماشي بمسافات متساوية جدا. لكن أحيانا في أشياء ما تقدر تسويها بمسافات متساوية بسبب إنه في exponential growth ليها أو 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 نمو متسارع جدا، نمو أسي متضاعف، فبتمشي بالنسب زي هذه مثلا، خرجت من 0.08 إلى 22 دولار، فبيبدأ الشارت اللوغاريتمي هذا بيبدأ أنه يحط السكيل بناء على على يعني مسافات متساوية كنسبة، يعني بيشوف هنا النسب التضاعف مثلا طلع 100% 200% 300% وهكذا، فبيبدأ عشان كذا بتلقى الأرقام مختلفة، فجأة تلقى 10 دولار هنا 20,000 دولار. ليس معنى ذلك أن نروح 20,000 دولار، لكن هو بيحسب بناء على الهيستوري أنه كيف النسب تكون متساوية، يعني سوري السكيلينج بيكون متساوي في النسب وليس متساوي في اليونت، اوكي. فيعني اللي يبغى يقرا شويه عشان يفهم الفرق بين هذه، واحنا لازم نستخدمه في العالم الكريبتو لان المضاعفات عندنا كبيره جدا، تلقى سعر شيء طلع من اقل من سنت الى زي البيتكوين طلع الى تقريبا 60,000 دولار، فانت ما تقدر تحسبه على عدد اليونت، والا مش ما في سكيل راح يغطي من اول ما ظهر البيتكوين الى الان
إلى مرحلة 60,000، لأنه من 0.00 something إلى 60,000، أو حتى بالنسبة كمان للإثيريوم وكل العملات هذه. alright، فالآن خلينا نحلله على اللينير. أول شيء نبدأ على اللينير. اللينير بيقول لنا إنه من القمة إلى القاع تقريبا، أوكي إحنا بنتكلم على إنه العملة هذه إلى الآن لم تختبر أي نوع من المقاومات الموجودة على الفيبوناتشي ليفل. حنشوف دائما اول ليفل انا ما بعتبره في البرن، لما يكون في برن اوكي قادم ما بيكون اول ليفل اللي هو 0.23% اوكي فيبو انه مقاومه قويه، وبالعكس بيتم دائما كسره. حاليا اول مقاومه تقريبا عند $5.80، لكن انا في اعتقادي اكيد اذا في برن قادم انه هذه هتكسر زي السلام عليكم، خاصه ان احنا شايفين ليها اهداف بعيده جدا. زي ما قلت هذا رايي الشخصي، لا يعني لا يكون رأيي الشخصي هو الدافع ليك لأخذ قرار استثماري، ابحث وسوي البحث الخاص فيه. عادة بيطلع أي كوين أنه بيحاول يختبر من بداية الـ 0.38%، من الـ 0.38% تقريبا إلى 61%. فالـ 0.38% بنتكلم هنا عند ليفل تقريبا $9.50 إلى $15 تقريبا، أوكي؟ الـ 61% فيبوناتشي. فإذا وصلنا إلى مرحلة الـ $15 هنا، السؤال هل إنها تتوقف العملة ساعتها عند مرحلة المقاومة هذه ويبدأ في ارتداد وبعدين تكمل إلى الصعود، لأن إحنا متوقعين إن إحنا نوصل مينيمم أت ليست إلى قمتها السابقة اللي عند $22-23 وريفر، أوكي؟ تعتمد على الـ accurate number هذه، أنا شايفها هنا عندي مثلا على الرقم هذا الـ 24. الآن المفاجأة إنه إحنا، أنا متوقع من ناحيتي من كثر ما أنا أعتقد إنه كان في تجميع خلال السنوات، وإحنا تناقشنا فيها يمكن في جروما في التليجرام أكثر من مرة، لكن ظاهر من الشرط إنه في تجميع، وفي تابعنا محافظ معينة بنشوف إنه في تجميع في المحافظ أيضا عليها إنه ممكن تتعدى القمة. طبعا أنا ما أعطي تواريخ زمنية غير على الشرط اللوغاريتمي وهنتكلم فيها، انه لو تعدت القمة اللي هي $22 $23 اوكي في اهداف عالية جدا لها، ممكن انها تنطلق الى اهداف ابعد من ذلك. ايش الاهداف اللي موجودة حاليا؟ نتكلم ما بين $39 الى حوالي $87 تقريبا، ويمكن اكثر حتى رايحة الى $102. هذه كلها فيبوناتشي اكستنشنز ممكن توصلها، هل توصلها ولا لا؟ خلينا نتكلم انه دائما في البرن احنا بنوصل الى 1.6 اوكي الى تقريبا الى 3.6، فانت بتتكلم تقريبا ما بين $39 الى 87، في المنتصف هنا تقريبا رقم 51، وانا حابب ان انا انوه عنه عشان نتكلم عنه. الان احنا متوقعين انه في تقريبا صعود هيكون في الفترة القادمة هذه ما بين الان الى تقريبا شهر اوغست، وبعدين يصير انعكاس. ففين حيروح السعر في الفترة هذه؟ في عنده على حسب الرن حنشوفه الحين، بس في تقريبا انه لازم على الاقل يختبر $15. هل فعلا انه يروح؟ قلنا تقريبا من عند $9.50 الى تقريبا $15. لو كسر $15 معناها انه رايحين للقمة السابقة اللي هي $22. ما اعتقد انه يروح اكثر، رغم والله اعلم، حنشوف على اللوغاريتمي هدف اخر، بس هذا فقط للتنويه وليس اكثر. رغم انه ممكن في عندنا زي ما قلنا اذا تعدينا القمة هذه 22 وروح 39 الى 51، ولكن ما اعتقد انه في 4 اسابيع ممكن توصل، ممكن هذه تكون لاخر السنة انها توصل. زي ما قلنا نشوف ساعتها ايش ممكن يصير، لانه يعني لو وصلها الى $22 وتوقف هناك وبعدين انطلق في بعد نوفمبر، فسهل عليه انه عشان يوصل ل50 او ل90 حتى حتكون ضعفين ثلاثة بالكثير، مو هنا من لو الآن طلع إلى الأرقام هذه مضطر إنه يعملها 50 ضعف. بس you never know، عالم الكريبتو كل شيء وارد فيه، كل شيء فيه وارد. أنا كنت في 2017 شفت أشياء ما كنت مصدقها، أشياء كانت بتاعت 90 دبل في أقل من أسابيع. فعموما هذا بالنسبة للتحليل الخطي حاليا. قبل ما انتقل على اللوغاريتمي، إنه أنا يعني زي ما قلت لكم أنا already بأمتلك فيها، وتمثل تقريبا حوالي 7% من البورتفوليو، ولسه بفكر ان انا ازود فيها بس اذا السعر نزل شويه، خاصه ان انا حاسس انه في مو حاسس تكنيكال من الفيديو السابق على البيتكوين انه في تصحيح اليومين جايين في 1 اوغست، ويمكن ننزل لمستوى 35. لو نزلنا مستوى 85 هنا احنا 35 انا اسف، انا شايف هنا على الفريم ال 3 ساعات 3 اورز اوكي انه في تقريبا يعني زي ما تقول
علم هابط ويتش whatever you wanna cause تقريبا بيعطي هدف تقريبا إلى 1.36. أنا يمكن أحط أوردر على 1.4 1.45. This is me not you. Okay, please be careful about that. Alright. إذا صعدت زي ما قلنا ممكن أنا أشوف، بس ما راح أستعجل في القرار لأن أنا لسه شايف إنه في تصحيح قادم في الفترة الجاية هذه، وبناء عليه حتاخذ قرار، لأن أنا مفكر إن أنا أوصلها بدل ما تمثل 7% أنا تمثل حتى يمكن 15 أو 14% تقريبا من البولس فور، يعني راح أدبل الكمية يعني بمعنى أصح. النقطة الثانية اللي بتكلم فيها هي خلينا ننتقل، هذا طبعا على 3 ساعات 3 hours، هل ممكن يصير؟ مو ممكن. هل ممكن تصعد؟ I have no idea, I'm taking the risk، لأن أنا شايف إنه في فرق كويس في السعر ما بين السعر الحالي والسعر اللي أنا حاطه كأوردر، يعني بتكلم فيه حوالي فرق 25%، هتفرق طبعا معايا في السعر الحالي. ننتقل الآن إلى التحليل اللوغاريتمي. وقبل التحليل اللوغاريتمي هنا على زوايا جان سوينا لها بالنسبة لآخر قاعين اللي كانت موجودة في 23 مايو وتقريبا 22 جون. أوكي، رسمنا الزوايا هذه. زي ما قلنا أنا الزوايا بعتمد فيها فقط على الانعكاس الزمني عشان أعرف فين الانعكاسات الزمنية الخاصة فيها، ما لي دخل أنا بالتحرك السعري فيها، لكن بشوف المقاومات والدعوم برضو بتساعدني كرؤية. حاليا الستراتس او الستراكس اوكي تقريبا عند المقاومه هذه اللي هي تقريبا دولارين، وهي صار لها فتره باشه ما بين دولارين و90 سنت طول فتره الهبوط هذه، اوكي يعني متمركزه في المكان هذه. وهنا في انعكاس زمني 30 جولاي اللي هو احنا فيه حاليا اليوم، اعتقد والله اعلم انه 30 جولاي لسه ما سكرت شمعته، طبعا احنا الحين 31 طبعا بناء على الوقت، لكن بعد بالضبط 7 دقائق من الان حيسكر. اعتقد مدام كان في صعود حاليا في الفتره هذه اوكي فممكن يكون في هبوط، ولو نلاحظ هنلقى هنا تقريبا هنا في عندنا دعم عند 1.46 وهو تقريبا رقم الاوردر، واحنا قلنا يمكن ننزل ل 1.36 فمو حتفرق كثير. وهنا بعدين عندنا في 11 اوغست هو الانعكاس الاخر، فما دام احنا هنا في صعود المفروض ان المفروض مو شرط انه يصير اوكي الانعكاس يكون هبوط من هنا، وبعدها يمكن من 11 اوغست يبدا الصعود. عشان كذا قلت انه اذا هنبدا ال 11 اوغست الصعود مره ثانيه فمعناها ان ما عندنا وقت لواحد وقت لنهاية أغسطس نحن نطلع الأرقام الخيالية اللي هي 50 و22 أو نخترق القمة ال 22. I have no idea. فكل هذه لازم نعتمد على حركة الحيتان اللي بتتحكم في العملة هذه. هذا one thing. في عندنا انعكاس آخر عند يوم 21 أغسطس، هذا أكيد لو كنا إحنا في صعود أكيد معناها إنه حيكون في انعكاس هبوط، حيكون في تصحيح، حنشوف فين القمة اللي حوصلها وبناء عليه نبتدي نشوف فين التصحيح اللي راح يصير. هذا بالنسبة للعملة على الشورت تيرم، أنا بتكلم على اللحظة هذه. أما بتكلم على اللونج تيرم حاليا في تحليلين، يعني في نظرتين ما أقدر أحدد أي واحدة أسلم. لو أخذنا أنه العملة من القاع هذا والقاع اللي موجود حاليا هذا اللوغاريتمي أوكي وعلى السكيل، بنشوف إذا إحنا متخيلين أنه مثلا في 30 أوغست هو حيصير الانعكاس زي ما تقولنا أوكي، فأنا أعتقد أنه منتصف القناة هنا تقريبا بيوقف قدام عند ما بين 11 دولار الى تقريبا 15 دولار، اللي هو اتكلمنا عنها هنا في الفيبوناتشي تقريبا والله العليم اللي هو اتكلمنا هنا فيها، قلنا احنا قلنا 11 هنا بين 9 في عندك 50% على 12 هنا تقريبا على 15، فتقريبا متوافق التحليل مع نفس التحليل هذا. اما اذا اخذت انا من القيعان الاخيره تبعت هذه السنه هذه واحنا عملناها متوازيه مع نفس القناه، برضه حنشوف قناه صاعده نفس الشيء ولكن بتعطي اهداف اعلى. الاهداف هذه ما بين 52 دولار الى حوالي 9 او 90 دولار، بس الاهداف هذه هل تكون في اوغست؟ اي داوتد انا 100%، ولكن إن زي ما قلنا 89 دولار برضو بيتوافق مع نسب فيبوناتشي اللي موجودة حاليا ما بين 51 دولار إلى تقريبا 87 دولار اللي تكلمنا عنها. إذا أنا أعتقد ممكن هذه تكون أهداف لآخر السنة، لأنه بصراحة لو تعدتها حتكون في أهداف قمم كبيرة جدا. أنا وانا تاكب يعني عشان لا الناس تنغر بالكلام هذا، ولكن عموما نسبنا من 50 إلى 90 دولار أوكي أنا أعتقد هذه تكون في نهاية السنة. وإذا وصلنا فوق القمة اللي هي 22 في أغسطس ممكن إن احنا نوصل، هذه لازم نراقبها بنفسها، ولكن الأقرب
للمنطق انه نحن ما نتعدى ما بين 11 الى 15 دولار في فتره اوغست، هذه الاربع اسابيع القادمه، وكله حنشوفه حيبان مع الوقت، ما نقدر نحدد فين بالضبط راح يكون. اهم شيء عندي انه العمله هذه اجمل ما فيها انه في فتره اللي اثبتت نفسها، انه في فتره الهبوط هذه كلها اوكي كانت دائما بتحوم حوالين ال 200 moving average وما نزلت عنه كثير زي، وحتى قدرت تكسره حتى في خلال فترة الهبوط وتتمركز حواليه، فإنه معنى ذلك إن هي محترمة هذا المكان، وما أعتقد إنه ممكن تهبط عن القاع اللي هي سويته 92 سنت. أعتقد هذا أقل قاع بالنسبة لسنة 2021 في الفترة هذه. أي تراجع حاليا يمكن تكون بالعكس فرصة للشراء، وتمركزها حوالين 200 moving average باحتراما ليها، حتى لما بتنزل تحت وبترجع بتخترق مرة ثانية، رغم انه في عملات كثيرة ما قدرت ابدا تخترق 200 moving average فترة الهبوط هذه. يعني شوفوا هنا في 22 جون عرفت تخترق بسرعة، وعلى التحليل الزمني بيورينا ايضا انها محترمة كل الدعوم والمقاومات. يعني هنا وصلت الى الدعم اللي موجود، الخط الزمني هنا اللي موجود، الخط سوري الدعم اللي موجود اوكي من زوايا جان، ومع ذلك فني انعكاس الزمن اللي هو كان 22 جون بينت على طول انه انعكست وبرضه احترمت المقاومات، فاذا معناها انها ماشيه في خط سليم. وان شاء الله يعني هذه معلومات كانت سريعه جدا عن موضوع العمله هذه. طبعا الافضل انك انت تسوي البحث الخاص فيك اوكي، وتسوي جميع الريسيرش اللي تقدر عليها قبل ما تتخذ أي قرار في هذه العملة. وهذه أنا فعلا بقولها لأنه ما في أي نصيحة مالية موجودة حاليا هنا من جهتي، يعني كل اللي أنا بقوله هي اجتهاد شخصي ومجهود شخصي خاص فيها. أنا بحاول أن أنا أوصل فيه لأفضل سيناريو موجود لهذه العملة، وإيش إيش ممكن تحقق في المستقبل القريب إن شاء الله. يمكن آخر شيء بس بقوله انه هذه عملات اخرى انا ما ابغى انكم يعني، خليني بس عشان لا اخربط الناس اوكي. انه نتكلم على عملة ستراكس بالنسبة لل اوكي، هذه عملة ستراكس بكل بساطة انه هنا كم سعرها وكم الماركت كاب. طبعا هنا الان سعرها اختلف تقريبا على 1.83 اوكي، فحتشوف انه تقريبا ماركت كاب حقها 244 مليون. هنا بنشوف لو انه وصلت ل 15 دولار كم حتكون الماركت كاب. الماركت كاب تقريبا حيكون على 2 مليار دولار مقارنة بالسيركليشن سبلاي لو وصلت الى 15 دولار. الفكرة كلها بالنسبة لي انك انت لما تسوي الكلام هذا تقدر تعرف هل فعلا القيمة بعد ما تسوي ريسيرش خاص بهذه العملة انه قيمة زي كذا يعتبر اوكي جيد بالنسبة للعملة ولا كثير عليها. هذه هي المهم عندك. فلو وصل 15 دولار ممكن توصل الى 2 مليار دولار، ولكن احنا في فترة البران الجاية حنوصل تقريبا الماركت كاب للسوق ككل 4.8 تريليون، هذا اللي احنا بنتوقعه وتكلمنا في فيديوهات سابقة اوكي. يعني هذه تمثل تقريبا اقل من 0.04%. فهل هذا يعتبر رقم كبير؟ انا في رأيي مو كبير. ولو وصلنا الى مرحلة ال 50 دولار تقريبا هتكون برضو تقريبا قيمتها السوقية 6 مليار و 600 مليون، برضو ما هو رقم كبير، تمثل لسه اقل من 1%. اما الرقم الاخير اللي هو بنتكلم عليه 90 دولار، يعني بتكلم وصلت 12 مليار دولار، عملة في عندها شراكات مع مايكروسوفت وجوجل، وحتسوي عملة فيات باكت رقمية للستيرلينج باوند، وفي نفس الوقت اخذ الفند باكثر من مليار دولار، وعندها شركات قوية وعندها بلوكشين قوي وموجودة من زمان وباين عليها تجميع. ما زال 12 مليار دولار يمثل لا شيء بالنسبة لها، وبص على النسبة حتكون 0.25%. هذا لو كان التوتال ماركت كاب للسوق كله 4.8 تريليون. توقعات لآخر السنة انه الماركت كاب للسوق كله يوصل ما بين 8.5 لتقريبا 12 تريليون دولار. سوري يس 11-12، تكلمنا في فيديو سابق ما تحضر الارقام حاليا اوكي، فاكيد النسبة هذه هتكون اقل بكثير. فهذه هي الفكرة. وتقريبا لو وصل 90 دولار يعني بتتكلم حوالي حققت 49 ضعف من السعر الحالي. هذا كل اللي كان عندنا بخصوص عملة ستراكس، وارجو ان تكون اذا المحتوى عجبك ارجو انك تاخذ تسوي لايك وشير وتسوي سبسكرايب، واهم شيء الشير كمان لانه خلي غيرك يستفيد من المعلومة هذه. وزي ما قلت هذه ليست نصيحة استثمارية ولا مالية، انت لازم تكون صاحب القرار بعد ما تسوي انت بحثك الخاص فيه. واخر شيء اقدر اقول انه بس تابعونا على تويتر هنا في تيموراد 76 اوكي سوري
فين هذه هي، انا اسف. اوكي تي مراد 76، و وتابعونا كمان سبسكرايب على اليوتيوب، وشكرا لكم ونراكم على فيديوهات اخرى ان شاء الله.